Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui est une analyse du deuxième chapitre de Candide. Comme vous voyez bien, le texte est long, alors on ne peut pas l'analyser ou bien le lire ensemble. Donc, quelle est la place de ce passage dans l'œuvre? Donc, ce passage, ou plutôt ce chapitre, il est très important dans l'histoire de Candide puisqu'il marque le passage de l'illusion à la désillusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire illusion ou bien désillusion? Illusion, ça veut dire, c'est en arabe, ce serait plus facile, ça veut dire l'aïch l'ouhem. Je vois d'aïch fouad l'ouhem, d'un goulot, aïch l'illusion. La désillusion, il y a fait chouette et t'es chouf l'haqiqa kamehia. دونك هنا نقدر نقولوا على كونديد بانه كان عايش في واحد الوهم اللي هو داك فاش كان عايش في لو شاتو دو مسيو لو بارون، كان عايش في واحد الوهم لانه كان تيتوهم بان الحياه كلها دايره بحال ما هو عايش في لو شاتو، يعني ما كاينش لا سوفرانس بزاف، ما كاينش لا فام، ما كاينش يعني ما كاينش جوع، ما كاين بيسكو كان تياكل تما عايش مزيان كل شيء، ولكن ما كانش عنده دراية بالعالم الخارجي، كان عنده واحد القطيعة ما عارفش كيفاش الدنيا دايرة من مورا الأسوار تاع القصر، ما كانش عارف أشنو يعني بليد زاد عمره ما خرج من الشاطو. ايماجيني سا، واحد عنده 17 عام عمره ما عرف الزنقي كي دايرة. دونك تفهموا الشخصية ديالو. دونك اون اي سي غادي يدوز من الوهم الحقيقة، لا ديزيليزيون هي الحقيقة، يعني عادي يمشي يخرج من بويسك في لا فان ديال البروميي شابيتر لو بارون حصلو بحال قلتي في واحد لا بوزيسيون مع كونيغوند، ما عجبوش الحال وهو يجري عليه من القصر، يعني لو بير ديال كونيغوند جرى على كونديد من القصر، قال يلا سير بحالك فوالا. دونك هنا كونديد il va se retrouver dans la rue. Comme vous voyez ici, Candide a été chassé du paradis terrestre. Yani بالنسبة لكانديد كان هذاك لو شاطو بحال شي paradis terrestre، بحال جنة فوق الأرض. يعني ما كان خاصو حتى حاجة، كان عنده كل شيء. Et là, on peut dire que Voltaire, il s'est inspiré de la genèse qu'on trouve bien sûr dans les textes religieux. لأن آدم سيدنا آدم عليه السلام هو كان الله سبحانه وتعالى بحال قلتي الا شاسي دو باغادي، يعني جرى عليه من الجنه فاش كان ادم ارتكب واحد الخطا، هو قال ما تاكلش من واحد الشجره، هو مشى كلا منها هو واف، سكي في كو كانت لا بينيسيون، كان العقاب هو عادي يمشي للارض ما يبقاش في الجنه. اذا هنا بحال كونديت، هو بويسكو كونديت كان تيعتبر راسو انه في القصر بحال الجنه، كان عنده هذاك هو الجنه، يعني فاش جرى عليه لو بارون راه بحال جرى عليه لواحد البلاصه خاصو يضرب على راسو الا بغى يعيش. سيت فراز اي انونسياتريس دو لا سويت دو لوفر بويسك كونديد شاسي دو شاتو كونسيديري كوم لو بارادي va connaître la réalité du monde et de ses malheurs, souffrance, douleur, travail. يعني كونديد une fois عادي يخرج من داك القصر عادي يوقعوا لي بزاف د المشاكل. وعلاش سميتو مثلا فولتير؟ عطانا هنا واحد البيرسوناج اللي ما عنده حتى اوكون اون بو دير، ما عنده حتى درايه بالعالم الخارجي، ما عندوش لي زيكسبيريونس دو لا في اللي خاص يكون عند اي انسان، داير بحال شي ورقه بيضاء، اون باج بلونش. عاد عادي يبدا لابرونتيساج ديالو، عادي يبدا التعلم ديالو د الحياه، عاد يبدا يعرف شنو هي الجوع، شنو هو لا دولور، شنو هو ما يكونش عندك اون ميزون ان توا، يعني عاد يعرف بزاف ديال المشقات اللي كاينين والصعاب اللي كاينين في الحياه. Pleurant, levant les yeux au ciel, Candide regrette son éviction du château. يعني ان كي خرج من لو شاتو وصاب بان بدا الثلج يطيح، ضرو الجوع، ما صاب ما ياكل، بغى ينعس نعس في الخلا، يعني ديجا بدا ليه داك لابرونتيساج، يعني ديك التعلم ديال الحياه بدا،
ولكن بدا قاسح بزاف. سي بور سولا كان تيبكي، ما عارفش كي يدير، كيفاش عادي يدير ياكل، كيفاش يدير النعس، دي شوز كيل فازي دون لو شاتو سان زي بونسي. كانديد اي دون زي سيتياسيون دو غروند فراجيليتي، وحنا عارفين انسان ما عندوش تجارب تيكون فراجيل، يعني تيكون في ساعي يتلعب به، في ساعي يتأثر، دون لاكيل اي لي فولنيرابل، يعني انه فواحد الوضعية ديال الهشاشة. Cette découverte de ce monde équivaut à une véritable désillusion pour Candide. Déjà, il dit que l'île est l'oula li fache jre alih le baron. Ça fait dek le wahm fin kan aish, ça fait msha. Ou le ti chouf wahed l'haya t'khra. Li vraiment ti hsra so ma qad chelia. Le jeune homme n'est jamais sorti de son château merveilleux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. يعني عمرو ما خرج من داك لو شاتو من نهار زيت ارتيفيسيال دو باكوتي كوم اي لي ديكري بار ايروني بار بيان سور فولتير كوبي دو لا رياليتي، يعني كان منقطع على الحياه الخارجيه، يعني الحياه الخارجيه كانت هي الواقع، اش قال هذا الواقع المر، كان هو عايش عاف داك لو شاتو ما تيخرجش، ما عارفش حتى واش ان اوتر موند اكستيريور اكزيست، où il ne connaissait aucune contrainte. يعني كان في داك لو شاتو بغا ياكل تتوصل وقت الماكله تياكل، بغا ينعس راه عنده لا شومبر ديالو، بغا يهضر عنده ناس معاه حتى يهضر، صافي عارف عاد دوك الناس اللي كاينين في لو شاتو وصافي، هذاك عايش في داك لو موند ديالو، داك لو موند ديال لو شاتو تيتحب هو، داك هو لو موند. كونديت ليميتي استون يونيفير فو اي فيرني، يعني كان محدود عنده العالم محدود في هذاك لو مون تاع لو شاتو، داك لو مون تاع لو شاتو ديجا ماشي فيه ناس كلهم ارتيفيسيال، يعني ماشي لو بارون كان اش قلنا اورغويو في البرومي شابيتر، عايش في واحد بواحد الافكار ماشي واقعيه. بونغلوس كذلك هو اللي هو لو بريسيبتور، يعني هو المعلم ديال كونديت، كان فو، كان تعطيه افكار ما كيناش، ما يمكنش يعيش بها في العالم الخارجي او يواجه بها العالم الخارجي. va dès ses premières péripéties commencer un apprentissage douloureux، يعني ان التعلم ديال الحياه بدا ليه بطريقه مؤلمه، انه من الليله الاولى ما صم ياكل، جاع ما صم ياكل، نعس في العراء، الثلج بدا تيطيح، il avait froid. Donc sa naïveté et son désarroi physique le rendent très vulnérable et facilement influençable. يعني كان في واحد الوضعيه اللي ما عندوش لا افكار في راسو، ما عندوش حتى جهد في جسمه، يعني انسان ما بحال قلتي ما عندوش aucune connaissance de la vie. Il est vivant, c'est vrai, mais il n'a aucune connaissance de la vie. Candide trompé par les Bulgares. Voilà. عندنا شكون هما هاد لي بلغار؟ هما واحد دي سولدا تينتميو لواحد البيي، وتلاقاو فاش كونديت بقى غادي هو يصب واحد بحال ان كاباغي، بحال قلتي قهوه فين تيجمعوا فيها الناس، وهو يدخل قال واخا راه ما عنده ولا فلوس ما عنده لا والو، بقى تيشوف تيقول واش كاين زعما كيفاش غندير تناكل، كيفاش ندير. هما يلمحوا هاد لي سولدا ديال لي بلغار وشافوا بان الجسم ديالو ممكن يصلح سولدا، وهما يجبدوا معاه الهضره، وبقاو تعطيه واحد لو لونغاج نقدروا نقولوا جونتي، تهضروا معاه بواحد لا جونتياس، بواحد اللطف، حتى بقى تيهضر معاهم تيعاود ليهم، ومعاه هو بريء ما عرفش انه ما خاصش يهضر مع الغرباء، بقى تيهضر معاهم وهما راه تاي شي شويه هما وهما يديروا ليه لي فيغ او بي، دونك هما راه اون فيت هما دي ريكروتور دو سولدا، يعني تيتساراو على الناس اللي يستقطبوهم باش يجيبوهم يردوهم، زعما دي سولدا عسكر باغي يكبروا داك العسكر ديالهم، يعني تيتساراو على الناس اللي دي غودور، يعني ما تيكونوا يقل كي عاد تيدورو ما عنده لا ما يدار، تيشدوه تيبزز عليه تيدخلوه لداك لديك لارمي ديالهم، لداك العسكر ديالهم.
ومن الاول داروا معاه واحد الخطه، هضروا معاه طري جونتيمون، يعني حنا نشريو لك الماكله، حنا هذا ها الفلوس، ها كلشي نعطيوه لك. ومن بعد هما يوليو معاه تري فيولون، ولاو معاه عنيفين، لان داروا ليه لي فيغ او بي، يعني داروا ليه ديك السنسله اللي تيديروا بحال المنوط تاع الرجلين، داروها ليه في رجليه و كاك ما يديه. Les recruteurs passent d'un comportement flatteur et doux à un comportement violent. يعني بداو ليه بالهضره زوينه لطيفه، شي شي هما يوليو معاه عنيفين. Idée de renversement très rapide de situation. يعني هنا عندنا ها هي بدات عاوتاني تتقساح الامور على كونديت. يعني ديجا كان عاب وحدو تيحس بان الامور قاسحه عليه، دابا تزاد انه شدوه هادو وبغاو يدخلوه للعسكر بزز منه، سكيفي انه هو ما عارف لا لا غير شنو لا غير على من عادي، باسكو بور فيغ اون غير il faut la faire pour une cause، يعني فاش نحاربو تندخلو الحرب راه تنحاربو على واحد الفكره ولا على واحد الوطن، تندافعو على واحد الوطن. على كونديت هو ما عندوش قاع هاد لي نوسيون، ما عندوش فراسو. دونك فوالا، ها هو حاجه اخرى فقدها كونديت، قلنا فقد المأوى، فقد الماكلة، فقد لا سيكوريتي، يعني الأمن اللي كان عايش فيه في البالي، دابا زاد فقد حتى لا ليبرتي ديالو، يعني الحرية ديالو ما بقاش حر، لأنه ولا دابا اونجاجي في لارمي، اونجاجو يعني دخلوه بزز عليه في لارمي. فولتير نو نو في با بار دون رياكسيون دو كونديت، امبرسيون دو دوسيليتي دو كونديت، idée d'un dressage, d'une mécanique destinée à détruire sa personnalité. يعني ما خداوش رايو واش يبغي ولا ما يبغي ولا، وحتى انه بلي كان عندهم فاش داوه لديك لا كازيرن ديال العسكر، بداو تيصوتوه بشي ضرب مبرح باش يتعلم دوك لي جيست تاع لي سولدا، حتى انه بقوه ما الالم اللي تيتالم ولا تيحاول يدير كما تيقولوا ليه باش ما يعجبوش يضربوه. دونك شوف الالام اللي واجه كونديد اون فوا بارتي دو سون بارادي تيرستر، اون فوا مشى من ديك الجنه اللي هو لو بارادي بالنسبه ليه، اللي هو لو شاتو، هو بدا داك لي سوفرونس تجي لعندو، لا سوفرونس تاع لعندو. كونديد بورت دونك بيان سون نو دو هيرو نايف كي ا توت ابروندر qui a tout à apprendre sur le monde du XVIIIe siècle avec toutes ses horreurs et barbaries. يعني ان كونديد هو واحد البطل، نقدر نقولوا ان ماشي هو راس اون فيت، هو ان نوتي ايرو، راهو ضد تاع بطل، هو راه العكس تاع البطل، ولكن هو تنقولوا بطل اللي هو ساذج، يعني في ساعتي تضحك عليه. فوالا، c'est tout ce qu'on peut dire sur le deuxième chapitre de Candide. J'espère que, bien sûr, vous allez me laisser des commentaires. Voilà, à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci et à la prochaine.